أنا بهذا اليوم وبهذا اللقاء وبهذا المؤتمر أعتقد أنه إحنا برضو أدينا رسالة جدا جميلة بهذا الاتجاه، نثمن جهود كل من قام وعمل، ولهذا أرجو منكم أن تكونوا دائما في حالة عطاء دائم جدا. فلسطين تستحق، وكلنا جنود دون ألقاب. ليست الألقاب من تزيد الناس مجدا، بل نحن من نزيد الألقاب مجدا. والمجد ليس لمن سبق، المجد لمن تواصل وصدق، المجد لمن تواصل وصدق. طبعا الآن وصل ثمان ضيف، طبعا عمدة إسطنبول إذا جاز التعبير، أخي الأستاذ محمود صغير مؤسس الجالية الفلسطينية، طبعا يحضرني شرفا كمان هو أيضا عضو مجلس أمناء. واسمحوا لي أن أثمن باسمي وباسم مجلس أمناء المؤسسة ومجلس إدارتها. طبعا نحن سنكون في 15/11 في مسرح الهلال الأحمر نحتفي بشخصية العام 15 تحت عنوان القدس بوصلة الأحرار. سيكون من 120 دولة نأتي بهم إلى فلسطين، وهي القصة أن نصل بفلسطين للعالم ونجلب كل العالم إلى فلسطين. هي ليست مجرد كلمات وهمسات، هي حقا هي أولى القبلتين، وهي أول الحب وهي آخر الحب. اسمحوا لي أن أطلب من أخي الكبير اللي أنا سعيد أن يكون اليوم موجود بيننا لكي نكرم باسمي وباسمكم جميعا، لأنه حلو نقول شكرا ويعطيكم العافية. ثقافة شكرا، الكلمة الطيبة هي أدفأ من 3 شهور في فصل الشتاء. فلهذا سأكرم باسم مؤسسة سيد الأرض أخي العزيز أولا الأستاذ عدنان أبو ناصر. وشوفوا الاسم وسم بقولوا ختيارية، عدنان النبي العدنان عليه السلام وأبو ناصر، فأرجو أن يكون دائما هو من اسمه نصير. في هذا الاتجاه سأكرمهم باسم أخي الكبير، لأنه أخيرا في العصور الوسطى كانوا يفتعلوا للرموز، يفتعلوا الرموز في العصور الوسطى، هم مش رموز بس يحافظوا عليهم. إحنا لدينا رموز يجب الحفاظ عليهم. وعلى فكرة إسقاط النموذج هذا خطأ كبير جدا وفادح، يجب أن نحافظ على النموذج، نفتخر به وندعمه إلى الأمام. حان الوقت بهذا الاتجاه نكون، والله يسقط هذا الاحتلال إذا كنا بهذه الثقافة أولا، ثقافة المحبة والمودة، وإن أقرب الإنسان